إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه على هداه إلى يوم يبعثون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الناس، اتقوا الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون. إن وعد الله حق، وإن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ألا وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، إن ربكم الله الذي خلقكم وهيأكم وهداكم لما خلقكم له، وتكفل برزقكم، وجعل إليه مصيركم وعليه جزاءكم، قد علم ما يصلحكم ويسعدكم في دنياكم وآخرتكم، فأمركم به، وعلم ما يسوءكم ويشقيكم في حياتكم وبعد مماتكم، فنهاكم عنه، وجعل سبحانه لطاعتكم له أجراً عظيماً وثواباً كريماً، وأعد لأهل معصيته ومتعدي حدوده إن لم يتوبوا عقاباً أليماً ومآلاً وخيماً. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أيها المسلمون، إن ربكم تبارك وتعالى قد جعل لملكه وخلقه نظاما كونيا، تكفل سبحانه وتعالى بتدبيره وتسخيره على وفق علمه وحكمته، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والله تعالى وحده هو الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما المخلوقون فيشاء أحدهم ما لا يكون، ويكون في أنفسهم وما حولهم ما لا يشاءون، ولله تعالى في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، فلا يُسأل عن تدبيره سبحانه بلما، كما لا يُسأل عن ذاته وصفاته وأفعاله بكيف، لأن تدبيره سبحانه وتعالى وفعله كله حق واقع موقعه اللائق به، والذي لا يصلح غيره مكانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معشر المسلمين، وأما العباد المكلفون فقد جعل لهم سبحانه وتعالى نظاما شرعيا كلفهم به أن يمتثلوا أمره فعلا على قدر الاستطاعة، وأن يمتثلوا نهيه تركا لما نهاهم الله عنه وبعدا عن قربانه في حال الانفراد أو مع الجماعة، والتسليم لقدره وعدم الاعتراض عليه، مع الشكر لله تعالى على محبوبه، والصبر له سبحانه على مكروهه،
والتوبة إلى الله تعالى والاستغفار من مقدر مكروه ترتب على معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة شريعته، وجعل سبحانه وتعالى نظامه الشرعي دينا تعبد به المكلفين، وجعله موجبا لرضاه لينال القدسية والتعظيم، ويتقيد به العقلاء طمعا في ثواب الله تعالى الكريم وإحسانه العميم. ولأجل أن يعلم المخالفون أن مخالفتهم له موجبة سخطه وعقابه لمن لم يتب ويصلح من أهل معصيته، أيها المسلمون، كذلكم جعل ربنا جل وعلا الإيمان بشرعه والاستقامة عليه والرضاء بحكمه والتسليم له ولو خالف هوى النفوس أمنة من شر ما تجري به المقادير وتحصيلا لخير ما تجري به المقادير. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المؤمنون، إن شرع الله المطهر قد تضمن في تشريعاته أمرا ونهيا تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، فلا يأمر سبحانه إلا بما مصلحته كاملة أو راجحة، ولا ينهى جل ذكره إلا عما مفسدته كاملة أو راجحة. معشر المؤمنين، ومن أمثلة التشريعات الربانية العظيمة الحكيمة ما شرعه ربنا جل وعلا من عقوبات بليغة على الجنايات الكبيرة، وهي المسمات بالحدود المقدرة شرعا جنسا وقدرا، وما يترتب على إقامتها على مستحقيها من مصالح عظيمة منظورة وغير منظورة، كحدود أي عقوبات الحرابة والإفساد في الأرض والردة عن الدين والزنا والسرقة والقذف وقتل العمد، وكل جناية من تلكم الجنايات لها عقوبة تليق بها شرعها رب الأرض والسماوات. فقد عين ربنا تبارك وتعالى تلك الجنايات تحديدا وقدر عقوبتها كيفا وكما، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، وإنما كلفهم بتنفيذها على مستحقيها بشروطها، وجعل ذلك مسؤولية منوطة بأولي الأمر من العلماء الذين يحكمون في الجنايات وعلى الأفراد والأمراء الذين ينفذون. وكلف سبحانه عامة الأمة بالرضا بحكم الله تعالى والنصيحة فيه والإعانة عليه والاغتباط بتنفيذه ومعرفة نعمة الله تبارك وتعالى بتشريعه وإقامة من يتولاه ويحققه وإعانته عليه لما في إقامة تلك العقوبات الشرعية على تلك الجنايات الخطيرة من تطبيق الشرع وتحصيل مقاصده والسلامة من شؤم تعطيله وإثم مخالفته. أمة الإيمان، لا يخلو كل مجتمع
مهما كان فضله من وجود أشرار يستزلهم الشيطان بما كسبوا، خصوصا إذا عملوا العقوبة بفقد الوازع السلطاني، فإنه لا يكفيهم الوازع الرباني، بل يتسلطون على عامة الناس بترويع الآمنين وقتل النفوس المعصومة من المسلمين والمعاهدين، وقطع السبل والتعدي على الحرمات، والتخريب والتدمير، والسعي في إيقاظ الفتنة، والتعاون مع أعداء الأمة باستهداف مصالحها، وقتل من يخافون سطوته من رجالها، ولذلك يستهدفون أولي الأمر ورجال الأمن والجيش ومؤسسات الدولة. فلذلكم شرع الله جل وعلا عقوبات رادعة لأهل تلك الجنايات الإجرامية والمسالك الخبيثة الشيطانية الوحشية، وأمر من أنيطت بهم الولاية أن يقيموا تلك العقوبات على أهلها من غير تأخير ولا رأفة، لأجل تحقيق مصالح الأمة وسد باب الفتنة والشرور المدلهمة، وقطع أطماع الأعداء المتربصين ومن يعينهم من ذوي القلوب المريضة والهمم السافلة أمة الإسلام. لقد هدف التشريع الرباني الحكيم في الحدود المقدرة إلى حماية الأمة وحفظها بما يقضي قضاء تاما على الخطر الذي يهدد الناس في أنفسهم وأموالهم وسائر حرماتهم وما يتبع ذلك من ترويع وإذلال. فجاء بأبلغ وجوه الزجر الرادعة عن الجناية وشرعها سبحانه على أكمل وجوه، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من العقوبة، فجعل العقوبة مكافئة للجريمة ولم يترك حدها لاجتهادات الناس التي تتأثر بالهوى والعصبية والغيظ والتشفي والجهل لما في ذلك من التناقض الذي لا تؤمن عاقبته ولا يضمن فيه تحقيق العدالة التي يجد فيها الناس أمانا من الجور والقهر. فاقتضت رحمة أرحم الراحمين ورأفته بعباده المكلفين أن تكفل سبحانه بتقدير العقوبات على الخطير من الجرائم حتى تحفظ ضرورات الناس من الدين والنفس والعرض والنفس والعقل والعرض والمال. فاقتضت حكمته تعالى ترتيب العقوبات نوعا وقدرا، ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما يليق بأهلها من النكال. فاعرفوا ذلكم عباد الله، واحمدوا الله عز وجل على تشريعه وعلى هدايته لكم لما يسعدكم في الدنيا والآخرة، واحذروا من معصية الله تعالى ومخالفته أو التعاون مع العاصين الداعين إلى معصيته، فإن الله عز وجل قد أمركم على التعاون بالتعاون على البر والتقوى، ونهاكم عن التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. ألا فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في كتابه، وجعلنا من خاصة أوليائه وأحبابه، ومن علينا بكريم ثوابه، ونجانا سبحانه من موجبات غضبه وعقابه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام العروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واجتنبوا موجبات العقوبات في الدنيا والأخرى، وافرحوا بتنفيذ الحدود وإقامتها على مستحقيها، فإن ذلكم من الشكر والاعتراف بالنعمة. أيها المسلمون، إن إقامة الحدود هي للمحدود طهرة من إثم المعصية وكفارة من عقابها في الآخرة، وهي له ولغيره رادعة من الوقوع في المعاصي وما يترتب عليها من ورطات الأمور، كما أنها ضمان وضمانة وأمانة للأمة على دمائها وأموالها وأعراضها وسائر حرماتها وجميع مصالحها، فبإقامتها يصلح الكون ويسود الأمن وتتحقق الطمأنينة، ويتمكن الناس من إقامة دينهم والسعي في معايشهم. ولذلكم إذا عطلت الحدود الشرعية فلم تقم على مستحقها المرتكب لها، ابتلي الناس بالعقوبات الكونية القدرية العامة من الابتلاء بولاة الجور وتسليط الأشرار على الأخيار، وتفريق الناس شيعا يذيق بعضهم يذيق الله ببعضهم بأس بعض، ثم يتسلط العدو الخارجي فيستبيح بيضة الأمة ويهلك الحرث والنسل، فلا تمكن إقامة الدين، ثم تتعطل مصالح المؤمنين. أيها المسلمون، فيتحقق بمجاهدة أهل الجناية وإقامة حدود الله تعالى فيهم وعقوباته لهم مصالح كثيرة، منها إقامة العدل واستقرار الأمن وتأمين السبل ونشر الطمأنينة وانتظام أحوال الناس في دينهم ومعايشهم، وردع أهل النفوس الظالمة وكف شرها عن العباد والبلاد، وقصر أهل الإجرام عن إجرامهم وردعهم عن غيهم، وزجر غيرهم عن التأسي بهم، والانتصاف للمجني عليهم، وشفاء غيظهم من ذوي الجناية بهم. ولقد جعل الله تبارك وتعالى لمن يرتكب الذنوب ولقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الحدود كفارات فقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الحدود كفارات ورادعات ومصلحات وأمنة للمجتمعات فقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الحدود كفارات ورادعات ومصلحات لأهل الجنايات وأمنة للمجتمعات، فالحدود كلها رحمة من الله تعالى ونعمة على الجميع، لأنها تكبح جماح النفوس حتى لا تتعدى على محارم الله تعالى وحرمات عباده، فإن قوام حياة الناس بحفظ الضرورات الخمس: النفس والعقل والعرض والمال والدين، فبإقامة الحدود تحمى تلك الضرورات وتصان تلك الكرامات ويحافظ عليها، فبالقصاص تصان الأنفس، وبقطع يد السارق تصان الأموال، وبإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض، وبإقامة حد السكر تصان العقول، وبإقامة حد الردة والحرابة تصان الأنفس والأموال والأعراض والأمن، وبإقامة الحدود كلها يصان الدين. فاحمدوا الله عباد الله على حسن تشريعه، وعلى أن من عليكم بدولة كريمة قامت على الشرع وقامت في خدمته ونشره والحفاظ عليه وإقامته في نفوس أهله وردع الجناة المتعدين عليه وعلى أهله، اشكروا ذلكم فإن ذلكم من جليل الإنعام،
فإنه لا يعرف اليوم على وجه البسيطة أرض يتحقق فيها الأمن بأكمل أنواعه وبجميع أحواله وأحوال أهله، كما يوجد الأمن عندكم، فاشكروا الله على إنعامه واحذروا من بطشه وانتقامه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وكونوا عونا لولاة أموركم وفي طاعة علمائكم في كل ما يحقق مصالحكم دنيا وآخرة. واعرفوا ذلك، فإن من لم يعرف النعمة لم يقم بشكرها. وفقني الله وإياكم لشكر إنعامه، وأجارنا من موجبات غضبه وانتقامه، ودفع الله شر أهل الشر عنا وعن سائر المؤمنين والمسلمين، وآمننا في أوطاننا، وجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من يخافه ويتقيه، ووفقنا لكل خير في العاجلة والآجلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.